اليوم ان شاء الله نشوف واحد لي ديفو اللي كيطلعوا لنا في سيطاوين وبيجو. عندنا ديفو بي 0566 وعندنا ديفو سي 1385. ناخذ البي هو الاول بي 0566. هاد الديفو هذا كيطلع لنا في كالكيلاتور الموتور. هو الديفو كيفاش كيطلع؟ كتكون غادي مره مره كتبقى تشعل لك البواشي ديال الاو اس بي وكتشعل لك البواشي ديال الارباك والسياره شي مره كتخربق الفونكسيون ديال الموتور. شي مره كيبدا الموتور كيدير غير بوحدو وشي مره كتدخل الامور ثاني مزيانه وتبقى داكشي كيبقى داكشي انترميتونت مره مره كيبقى يجي ويمشي. المهم هاد الديفو هذا الا دخلتي لي كود ديفو في اوتو داتا وقلبتي شنو المعنى ديالو غتلقى بان راه لاتيناتور. هذا هو لاتيناتور. لاتيناتور كيدير الديفو. هاد لاتيناتور شنو تيوقع؟ هاد لاتيناتور كتولي لاتونسيون كتطلع كتكون لاتونسيون 14 كديماري 14 واحد شويه كتطلع 15 شويه كتطلع 16 شويه كتطلع 17 شويه كترجع 14 ومره مره كتبقى تطلع بزاف كتفوت 14 كتطلع حتى 17. اذا الديفو كما كنشوف راه كاين هنايا سيغ طونسيون. اذا الديفو هنا باين ساهل ديفو سيغ طونسيون هو ديفو ديال لاتيناتور. اما فيما يخص سي 1385 هنا عندنا ديفو طونسيون داليمونتاسيون دي زيكتروفان. هاد الكود ديفو فين كيطلع لك؟ كيطلع لك في لا بي اس. كتشعل عندك البوله ديال لا بي اس مره مره كتشعل ومره كتطفى. ملي كتدخل نتايا كتلقى الديفو هذا سي 1385. هاد الديفو هذا هو الرولي. هذا الرولي ديال لا بي اس. هنا في البيجو سي 40 راه شي مره تلقاو كل مره فين كتلقاو على حسب البرونشمون اللي كاين في السياره واش سوا كانت بيجو سوا كانت سيتروين. هاد الرولي هذا كيكون ديال لا بي اس تيكون سيباري. الاغلبيه تيكون روليه تيكون انتجري مع لا بي اس. ولكن في هاد السياره ديال الا خدينا كمثال السياره ديال السيكات هادي فيها الرولي سيباري كما كتشوف. هاد الرولي غنشوفو البرونشمون ديالو. هذا هو الرولي كما كتشوفوا هنايا فيه 15 بين. هنا عنده بالنسبه للخيوط اللي طالعين للفوق هنايا عنده لاليمونطاسيون 8 و 15 وعنده 11 وعنده 14 و2. هادو هما الاليمونطاسيون اللي كيجيو من 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 البواطه فيزيبل ديال اللي جيت الموتور. وعنده هنايا 10 و 7 ماس وعنده هنايا الواحد كيمشي للكالكيلاتور ديال لا بي اس حيت هو سيباري. وكاين عندنا 6 و 13. هادو كلهم كيمشيو لنا الكالكيلاتور ديال لا بي اس. اذا باش ردوا البال هذا هو اللي الديفو. هذا الديفو ديال اللي شلنا هنايا باش عقلوا لي مزيان. هذا الديفو ديال السي 1385 هذا هو اللي كيدير الديفو. هذا غير كتبدلو صافي الامور كتولي مزيانه وكتقاد الامور غير باش عقلوا ليه. هو السي 1385 هو الرولي ديال لا بي اس. هاد الرولي تيكون سيباري على لا بي اس. لكن حدا تيكون جيت الباتي تيكون لاصق في الكاش ديال الباتي من القدام القدام ديال الكاش ديال الباتري. وشكرا.